مكية، حيث تتألق محافظة الأحساء هذه الأيام في أجمل لياليها وسط مدينة الهفوف التاريخية وأمام أعرق الأسواق الخليجية من خلال فعاليات ليالي القيصرية. تفاصيل أكثر ننتقل إلى أرض الأحساء مع الزميل حسين السلطان. مساك الله بالخير زميلي حسين، دائما الأحساء متفردة بالجمال اللي تقدمه من خلال الفعاليات والبرامج الثقافية. اليوم نوثق للمشاهدين أجواء هذه الفعاليات من أمام سوق القيصرية معاك، تفضل الصوت وصورة معك. مرحبا يا عهد ومساء الخير. فعلا هي ليالي القيصرية الزاخرة بالفنون وكثير من البرامج والفعاليات. يعني عندما تدخل في ليالي القيصرية وتتواجد في هذا الموقع التاريخي أنت أمام مفتح عالمي أو متحف عالمي مفتوح. نستذكر دائما عندما ندخل يا أهل الشرق من روبي على القيصرية وعضدوا لي تلقون الأجر والثوابي، واطلبوا لي دختر العشاق يكشف علي. يعني هذه الأهازيج والأغاني والمعزوفات التي تزدخر بها الأحساء في أعرق وأقدم الأسواق الخليجية سوق القيصرية، حقيقة ما يلفت الانتباه دائما عندما نأتي لهذه الأماكن التاريخية. نشاهد أبناء هذه المنطقة وهم يرحبون دائما بالزوار لكل من يأتي من مناطق المملكة المختلفة وكذلك من دول الخليج القريبة من محافظة الأحساء. أنا ما لفت انتباه اليوم يا عهد هم وجود يعني هالأطفال، ما شاء الله تبارك الله، اللي دائما يا هلا ويا مرحبا ويرحبون باللي يجي وباللي يروح. لكن على عجالة خلينا نتعرف عليهم. يجون عندي هنا، تعالوا تفضلوا عندي هنا، تعالوا تفضلوا عندي، نتعرف عليكم بشكل سريع. جميلة الشرايدة. جميلة. وانت يا قمر؟ انت زين احمد. يا سلام. وانت؟ لما الدوسري. يا سلام. عنود طه. عنود. طيب. إيلان الشريدة. ايوه. ريفان العويشير. رناد علي. انا حقيقة يعني هم عهد، انا حريص انهم يكونوا معاي اليوم لانهم هم جزء من ليالي القيصرية وهم جزء من هذه الاحتفالية، وهم ايضا يعطون ذلك الانطباع الجميل عن محافظة الاحساء واهالي محافظة الاحساء. انا دائما دامهم موجودين بنسمع منهم شيء، يعني أيضا نشعر المشاهد عن هذه الليالي وما يدور فيها. خلونا نسمعكم مع بعض وش تقولون. يلا قربوا، تعالي عندي، تعالوا تعالوا كلكم تعالوا، يلا خلونا نسمع وش تقولون. يلا قربوا، يلا قولوا. أميرنا سعود عسى الله يعز مقداره، أميرنا سعود عسى الله يعز مقداره، يا سعود حنا ضيوفك والحسن دارك، يا سعود حنا ضيوفك والحسا دارك، أميرنا سعود عسى الله يعز مقدارك، أميرنا سعود عسى الله يعز مقدارك. جميل جميل. هذا جزء عما يدور في ليالي القيصرية من معزوفات كذلك موسيقية، وأيضا تواجد العديد من الآثار والمتاحف وأيضا المباني الأثرية. نستذكر أيضا المدرسة الأميرية وبيت البيعة وأقدم الأسواق لسوق الذهب، أكثر من 100 عام يتواجد في هذا الموقع. إذن هي الفرصة نريد أن نوجهها لكل من يشاهدنا عبر برنامج ديرتنا بأن الأحساء هي زاخرة ولياليها زاخرة، والموقع الذي نتواجد فيه أيضا هو زاخر بالفعاليات والكرنفالات. أيضا نريد أن نسمع رسائل يرسلونها الأبناء لكل من يشاهدنا عبر برامج ديرة. تفضلي عندي بنتي هنا، تعالي. وش ودك تقولين؟ وش تقولين الناس لما يدخلون؟ يا هلا فيكم، شرفتونا ونورتونا في ليالي القيصرية، تفضل حياكم الله. هذا دائما اللي تقول للناس. كيف شو من تجاوب الناس اللي يسمعون هالكلام؟ تشوفون الابتسامة دائما ويرحبون فيكم الناس؟ إيه. جميل جدا. نبي نشوف الأمورات، نبي نختار عشوائي، أنا ودي أخذهم كلهم عشان لا تزعل واحدة منهم أو تشوفني أمها وتزعل ولا شيء. نحاول ناخذ كذا بشكل سريع. وش تقولي للناس اللي يشوفونا الآن يا حلوة؟ وش تقولي لهم لما يجون الناس؟ أسفرت ونورت، حياكم الله، تفضلوا. يا سلام، حنا نقول أسفرت ونورت بوجودكم، والله يخليكم وربي يحفظكم. يعني عهد هي الأجواء والليالي الجميلة خصوصا مع هذه الأجواء الساحرة خصوصا في محافظة الأحساء. شكرا جزيلا لك على هذه التغطية المختلفة زميلي حسين السلطان، شكرا لهالإميرات اللي قدموا معاك هذه التغطية وشاركونا بهذه المشاعر الجميلة من فعاليات ليالي القيصرية.